أهلا بكم في حلقة جديدة من شبابيك. حلم الأمومة يتحول إلى هم الأمومة بسبب المجتمع، مجتمع يجرم من تفكر في تأجيل تحقيق هذا الحلم لأي سبب، فيصبح مجرد التفكير في تجميد البويضات عيب وحرام وأمر لا يصح. اليوم نسأل ما هي الأسباب التي تدفع المرأة العربية لتجميد البويضات، وكيف ينظر إليها المجتمع عند اتخاذها هذا القرار؟ أسئلة نناقشها في شباكنا الرئيسي اليوم. شاركونا آراءكم عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام. وكالعادة نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية كل أسبوع لنتعرف على أسبوع ترامب. أما في شباك فلسطين نسلط الضوء على خطر يهدد المتنفس الوحيد لسكان غزة. بحر غزة ملوث بمياه الصرف الصحي، فما الحل؟ هذا بالإضافة طبعا إلى شبابيكنا المتنوعة الأخرى من ثقافة وأخبار وإطلالة على أبرز الفعاليات الفنية والثقافية، فتابعونا. نبدأ الحلقة بصورة اليوم التي تأتينا من إسبانيا، حيث نظم نشطاء في مجال حقوق الحيوان مظاهرة في الساحة العامة في مدينة بالوما شمالية إسبانيا عشية بدء مهرجان سان فيرمين، حيث يقوم المواطنون والسياح بالركض وراء الثيران لغاية الحلبة التي تقام فيها عروض مصارعة الثيران، فيما طالب النشطاء بعدم إيذاء الثيران وإلغاء عروض المصارعة. تعد مصارعة الثيران من ضمن العادات الإسبانية، تقام منذ القرن الثاني عشر ولا تزال منتشرة في البلاد رغم معارضة النشطاء وجمعيات الرفق بالحيوان. أما فيديو اليوم فيأتينا من الولايات المتحدة وتحديدا من مدينة نيويورك، حيث تسلقت تيريزا أوكومو امرأة في الأربعينات من عمرها ومن أصول كونغولية قاعدة تمثال الحرية احتجاجا منها على سياسة الهجرة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قامت الشرطة بإخلاء المعلم من الزوار والسياح ولجأت إلى محاولة إقناع تيريزا بالنزول لأكثر من ثلاث ساعات، ولكن بعد رفض تيريزا النزول اضطر شرطيان إلى تسلق القاعدة وإنزالها. أما في مثل هذا اليوم من عام 1996 سجلت أول عملية ناجحة لاستنساخ حيوان ثدي من خلية. تم إجراء العملية في معهد روزلين في جامعة إدنبرا في اسكتلندا، وأصبحت دولي أول نعجة مستنسخة وواحدة من أهم الإنجازات العلمية في السبعينات، فيما بقي جدل أخلاقية الاستنساخ إلى يومنا هذا. إذن إلى نقاش موضوعنا الرئيسي في حلقة اليوم، فالأمومة هل هي حق ممنوح من مجتمعاتنا يتم منحه في ظل الأعراف والتقاليد، أم أنها طبيعة ورغبة تخضع لطبيعة كل امرأة؟ هل تسمح لنا مجتمعاتنا بأن نقرر مصير أجسادنا، أم أن ما يطلقون عليه بقطار الزواج يتبعه قطار الأمومة وقطار فيه الآخرون هم من يقررون توقيته ومحطاته؟ ماذا لو أرادت المرأة أن تجمد بويضاتها أيا كان السبب وأيا كانت التبعات؟ هل هذا من حقها أم تحضها الأعراف والتقاليد؟ أليس من حقي أن أكون أم في الوقت الذي يناسبني أنا وجسدي وعقلي ونفسيتي؟ هذا هو لسان حال العديد من النساء في العالم العربي يسألون هل تجميد البويضات وقرار الأمومة أمر ممنوع أم حق غير مشروع. نناقش الأبعاد الطبية والاجتماعية لهذا الموضوع ولكن بعد هذا التقرير. ما بين شعور الأمومة وبين التخلص من عادات المجتمع بالزواج التقليدي والمبكر، باتت الكثير من النسوة تلجأ إلى تقنية تجميد البويضات في مصر، تقنية تأمل من خلالها هذه النسوة المزيد من الحرية للانتظار واختيار الشريك المناسب
دون أن يؤثر ذلك على مستقبلهن كأمهات. حكاية تجميد البويضات بسبب التأخر في سن الزواج أصبحت شائعة أكتر بالذات في آخر سنتين. أنا بعمل عيادتين يعني استقبال عيانين جداد في الأسبوع، تقريبا كل عيادة عندي حالة أو حالتين بيستشيروني في قصة تجميد البويضات، وبيبقوا آنسات لم يتزوجوا أو تزوجوا ولسه ما فيش مشاريع جديدة وحاسين قلقانين، حاسين أن السن بيتقدم. القرارات هذه عززتها الضغوط الاجتماعية في مصر، لأن الحكم على النساء لا يزال يتبع معايير تكوين الأسرة، وهي ضغوط غالبا ما تؤدي إلى اتخاذ خيارات سيئة. قرار التجميد ده بصرف نظر لي أو لغيري بيخلي الست في حتة زي ما كده إيه يعني واقفة على الأرض صلبة. الأرض الصلبة دي إن هي متضطرش إنها تقبل أي حاجة أو تقبل أي حد، وانها تخش تجربة وهي عارفة ان التجربة دي مش هتكمل. الخطوة الى جانب انها تحمي الفتيات من التسرع في الزواج ارضاء للمجتمع، فهي تحمي امومتهن ايضا من تداعيات الزواج المتأخر في بلد وصل عدد العازبين فيه الى نحو 14 مليونا بسبب الفقر والبطالة المتزايدة يوما بعد يوم. أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي من الرباط السيد محمد المراني باحث علم اجتماع، وضيفي من تونس الدكتور فتحي بن عمارة أخصائي أمراض النساء والتوليد. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وسأبدأ معك من تونس الدكتور فتحي بن عمارة. إذا موضوع الآن يتم الحديث عنه بكثافة وتتساءل عنه السيدات بشكل كبير، تجميد البويضات. إذا أردنا شرح بشكل مبسط، ما هي عملية تجميد البويضات؟ تجميد البويضات هي عملية تقع عادة عند النساء اللي عندهم وضعيات معينة تفرض أن نجمدوا البويضات، نتجاوزوا مسألة تأخر سن الزواج ولا تأخر مشروع الزواج. عادة يقع تجميد البويضات في مرحلة معينة، مرحلة نضوج معين للبويضات، لكي يقع استعمالها بعد مدة، بعد سنة سنتين 5 سنوات حتى 10 سنوات وحتى أكثر، يقع تجميدها لاستعمالها فيما بعد للتلقيح وتعطي أجنة، والأجنة هذوما ممكن يعطينا حمل في مرحلة أخرى. هذا من الناحية العلمية. الموجبات متاع التجميد هو عادة هو يخص النساء اللي عندهم الأمراض السرطانية، ولا عندهم إمكانية أنه يقع استئصال المبايض لسبب مرض معين في المبايض، وإلا عندهم فترة علاج كيميائي ممكن يؤدي إلى انتهاء المخزون متاع البويضات. يتسبب في الوضعيات هذه نقوم بتجميد المبايض. في تونس مبدئيا ما عندناش وضعية متاع تجميد البويضات بسبب تأخر سن الزواج وإلا تأخر مشروع الزواج، وهو موضوع أكثر منه فلسفي وأكثر منه اجتماعي من طبي. طيب هل هو متوفر بجميع الدول العربية بشكل يعني واسع؟ لأنه يعني من أثناء التحضير وجدنا بأنه أكثر المراكز تطور بهذا الموضوع هي المراكز الموجودة في الخارج وليس في الدول العربية. حتى وأن وجدت في الدول العربية، فإنه عند وقت عملية التلقيح عندما تريد المرأة يعني هي تحتاج أن تسافر إلى الخارج، أليس كذلك؟ لا لا لا، عملية التلقيح تتم، نحكي على تونس مبدئيا. في تونس يوجد 2 مراكز تجميد بصفة عامة، وتجميد البويضات أيضا موجود في المستشفى الحكومي، هو مستشفى عزيزة عثمانة في تونس، وموجود في مركز خاص اللي هو موجود في مساحة خاصة في تونس العاصمة اللي هو مركز طب الإنجابي اسمه فرتيليا. طيب، هذوما زوز مراكز الموجودين في تونس اللي يقع فيهم تجميد البويضات وتجميد الأجنة وتجميد تجميد الحيوانات المنوية بصفة عامة. في الدول العربية ماهوش كل الدول العربية موجود فيها تجميد البويضات، تقريبا شبه مؤكد.
طيب أستاذ محمد المراني، الآن يعني بعد ما فهمنا الموضوع بشكل طبي، نود الحديث عن الموضوع بشكل اجتماعي واللغط الذي يدور كثيرا حول هذا الموضوع، خاصة إذا ما علمنا بأنه هناك فئات معينة من النساء يعني يكون مقبول اجتماعيا أن يقمن بعملية تجميد البويضات، كما ذكر الدكتور الموجبات مثلا، أمراض معينة، أمور معينة وموانع معينة، ويتم الاعتياط في حال كانت مثلا هناك أسباب رغبة، مجرد رغبة من السيدة في أن تقوم بهذا الموضوع. تعليقك. أعتقد بأن الموضوع يمكن تفسيره انطلاقا من وضعية المرأة داخل المجتمع ككل. أعتقد بأنه لا يمكن فصل هذا الموضوع عن باقي المواضيع المتعلقة بحرية المرأة والنظر إليها ككيان مستقل لها حرية التصرف في جسدها كيفما شاءت، شريطة أن تحافظ على الأخلاق العامة. الإشكال أن هذه الأخلاق العامة التي تؤثر أي مجتمع أنها ما زالت في مجتمعاتنا العربية ما زالت تمتح من التراث وتمتح من منظومة معيارية أخلاقية أنتجها السلف ولا تستجيب إلى متطلبات المجتمع. كما قلت، قد يتقبل المجتمع ارتباطا بحالات صحية مرتبطة بجسد المرأة أن تقوم بالتجميد، لكن إن تعلق الأمر بتأخر في سن الزواج أو رغبة ذاتية في أن تنجب خارج مؤسسة الزواج، يتم الاعتراض كما قلت لك بمبررات أخلاقية يتم تغذيتها من طرف الفاعلين الاجتماعيين في الحقل الديني، أقصد الفقهاء. فبالتالي فأعتقد بأنه هذا الموضوع لا يمكن فصله عن وضعية المرأة ككل داخل المجتمع. حينما تتوفر الشروط الاجتماعية لحرية المرأة في النظر إليها ككيان مستقل، آنذاك يمكنها أن تقوم بهذا الاختيار وما إلى غير ذلك من الاختيارات. لأنه دائما عندما تطرح مواضيع متعلقة بجسد المرأة إلا ويتم يعني هذا السخط بمبررات أخلاقية، بمبررات الحفاظ على المجتمع، وكأن النساء لوحدهم من يحافظون على المجتمع بمعزل عن الرجال. نعم دكتور فتحي، يعني أعداد مثلا النساء في تونس، بما أنه حضرتك من تونس يعني واطلاعك الأكبر على العدد في تونس، هل هناك نساء مثلا برغبة منهن فقط هن عازبات مثلا تأخرن في سن الزواج يلجأن إلى عملية تجميد البويضات، أم أن الجميع بأسباب مرضية؟ في الوقت الحالي في تونس تجميد البويضات وإلا تجميد نسيج المبايض، ممكن يكون حتى تجميد نسيج المبايض ويقع بعد ذلك أعطاء أدوية لتحسين نوعية البويضات في مرحلة ثانية. تجميد البويضات في تونس حاليا ما يتمكنش في إطار وضعيات معينة اللي هي كما سميتها الأمراض السرطانية والعلاجات الكيميائية والعلاجات بالأشعة اللي ممكن تؤدي إلى نضوب وإلى انتهاء المخزون بتاع المبايض. وضعيات تقصد بأنه الدولة لا تسمح به إلا في هذه الحالات، أم أنه لا يوجد سيدات متقدمات ليست لديهن أمراض؟ لا 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 لا, لا, لا لا مش هذا اللي نقصده. من الناحية القانونية القانون ما هوش واضح برشا في تونس، وبالتالي حسب رأيي يمكن إجراء تجميد بويضات لتأخر في سن الزواج، ممكن القانون ما يمنعش، ولكن الطلب اللي موجود حاليا في تونس هو طلب على تجميد بويضات في وضعيات مرضية معينة ممكن تؤدي الى 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 سن يأس مبكر وتؤدي الى انتهاء مخزون المبايض، وبالتالي مش لكي نعطي فرصه معناها للمراه انها تنجب في مرحله قادمه، عاده نقوم بالتجميد هذا في الوضعيات المرضيه. يعني حتى في تونس الذي يعتبر بلد منفتح نوعا ما، يعني وهناك في مجال واسع لحريه المراه، لا يوجد تفكير من المرأة التونسية العازبة بالتوجه إلى موضوع تجميد البويضات؟
لا يوجد تفكير، لا ممكن يكون موجود التفكير، ولكن الطلب في بصفة عامة، طلب النساء اللي يطالبوا بتجميد البويضات، العدد الواقع في تونس ماهوش موجود بكثرة، واعتقد انه حاليا ماهيش ظاهرة في تونس، ماهيش موجودة الظاهرة هذه في تونس. اكثر منها تجميد بويضات يصير لنساء عندهم امراض معينة للحفاظ على امكانياتهم الانجابية، اما اللي عندهم تأخير في سن الزواج ما ثماش طلب كبير برشا، باش ما نقولش ما ثماش طلب بتاتا. طيب استاذ محمد المراني، هل نستطيع الحديث عن عملية تجميد البويضات في العالم العربي كظاهرة بدأت تأخذ الرواج، ام انه ما زالت بحالات نادرة من خلال رغبة المرأة في القيام بذلك ايضا؟ أعتقد بأنه لا يمكن في الوقت الحالي، وفي غياب كما قال الدكتور في غياب معطيات دقيقة، يمكن أن نتحدث عن ظاهرة. الحالات التي لربما تسجل هنا وهناك تبقى حالات لا أقول معزولة، لكنها حالات يعني نساء لديهم مستوى ثقافي ولديهم انفتاح على أحدث التطورات في مجال الطبي، وبالتالي فمستواهم الثقافي أو الانفتاحهم هو الذي يدفعهم إلى ذلك، ولا يمكن أن نتحدث في على الأقل في المعطيات الحالية عن ظاهرة. أعود لأقول ارتباطا بسؤالك قبل قليل حول العوائق الاجتماعية التي يمكن أن يصادفها مثل هذا الاختيار. أعتقد بأنه يجب أن نفهم بأن المجتمعات العربية عموما عرفت مجموعة من التحولات أبرزها صدمة الحداثة يعني ممثلة في الاستعمار، فهذه الصدمة ساهمت في تغيير مجموعة من المؤسسات التي ساهمت إلى حدود الأمس القريب في تنشئة المجتمع، من بينها الأسرة، من بينها المدرسة والمساجد وما إلى غير ذلك. أعتقد بأن التحولات التي حدثت انطلاقا من الاستعمار أولا، وانطلاقا من النمو الديمغرافي، وانطلاقا من التمدرس، وانطلاقا من ثورة التكنولوجيا، ساهمت في تغيير مجموعة من التمثلات داخل المجتمع ولدى المرأة لجسدها، في النظر إلى مؤسسة الزواج ككل، في النظر إلى الابن ككل. أعتقد بأننا اليوم يجب إدراك مثل هذه الاختيارات داخل هذه الصيرورة التاريخية والممتدة في الزمان، بأننا اليوم هناك نعيش نوع من الفردانية، المرأة اقتحمت المدرسة ومعه سوق الشغل، وبالتالي فتحصيل التعليمي العالي يساهم في تأخير ولكن سن الزواج، يعني وبالتالي فكلها عوامل. صحيح، في المجتمعات العربية يعني شئنا أم أبينا. نعم، في مجتمعاتنا العربية شئنا أم أبينا هناك أمور تخضع لسلطة الدين بالمجمل، والدين إلى الآن في موضوع تجميد البويضات بالنسبة للسيدة العازبة لا يسمح بهذا الموضوع. سأناقش أكثر يعني الموضوع اجتماعيا معكما ضيفي الكريمين، ولكن اسمحوا لنا نطلع على بعض المعلومات حول يعني موضوع تجميد البويضات ثم نعود. أعود لكما وأبدأ معك دكتور فتحي بن عمارة، يعني بعيدا عن حديث الدين، لأنه دائما يعني الأمور الدينية تكون
يعني محرم نوعا ما الحديث فيها، خاصة عندما تكون فتاوى معينة بأمور معينة بأنه هذا الأمر محرم وهذا الأمر محلل، حتى يصلوا فيما بعد إلى اجتهاد ما أو تغيير ما بهذا الإطار. ولكن اجتماعيا إذا أردنا الحديث عن المرأة العازبة تحديدا دكتور، التي في زمن تأخر فيه سن الزواج، أصبح على المرأة هناك مسؤوليات وأعباء كبيرة جدا، فبالتالي هي بحاجة أن تعمل لفترة أطول. الشباب أيضا أصبحوا يحتاجون إلى وقت أطول لكي يقدموا على خطوة الزواج، وبالتالي هناك أسباب يعني هي مفروضة على المرأة تدفعها في اتجاه القيام بعملية تجميد البويضات. برأيك المجتمع لماذا يرفض هذا الأمر؟ هي مسألة أنه المجتمع يرفض الوضع هذا مانيش متأكد منها، ما أنا يظهر لي أنه المجتمع يعني من تجارب هو فقط ما يعيش اهتمام برشا بالموضوع هذا بقدر ما أنه نعم من تجارب ومحاولات للقيام بذلك. يعني قبل تحضير الحلقة تحدثنا مع بعض يعني السيدات اللواتي عازبات، حاولنا أن يقمنا بهذا الموضوع، صار في نفور من مجتمعهم ونرفض هذا الموضوع بشكل كامل، واعتبر بأنه هن عم يقوموا بهذا الموضوع لحتى يقدروا يعيشوا حياتهم بالطول وبالعرض بطريقة غير أخلاقية، تم اتهامهم مباشرة بشرفهم بسبب هذا الموضوع. الواقع مانيش مؤهل باش نعطي رأي من الناحية الاجتماعية، ولكن من الناحية الطبية أعتقد أنه ما فماش إشكال، واليوم في تونس إذا كان يكون موجود طلب ما أعتقدش أنه يكون ثم إشكال حتى من الناحية الاجتماعية أنه يقع تجميد البويضات لسبب تأخر في سن الزواج. الإشكال ماهوش باش يتطرح، لأن من الناحية حتى القانونية القانون نسبيا مرن في تونس ويمكن الوضعيات هذه، مراش مانع أنه يصير تجميد البويضات لسبب تأخر في سن الزواج، وإلا لأسباب مرضية معينة، لأسباب مرضية قبلناها فالأجدر أن نقبلها في 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 في, في وضعيات متاع تأخر في سن الزواج لسبب معين، بالتالي ممكن أنه يتقبل، ممكن يتقبل ما ثماش إشكال. في تونس ما صارش الطلب، وبالتالي الموضوع ماهوش مطروح بصفة كبيرة في تونس، وهو ربما تم ربط الموضوع بهذه الطريقة على أساس نعم، لأن الفكرة المأخوذة وصحح لنا دكتور إذا كانت المعلومة خاطئة، بأنه عملية أخذ البويضات لتجميدها من السيد العازبة يعني لا تتم إلا بطريقة تجعلها يعني تفقد معها عذريتها، أليس كذلك؟ فبالتالي من أجل ذلك جاء النقد للمرأة العازبة عندما تقوم بالضرورة. لا لا ليس كذلك، شرح لنا، يا ريت تشرح لنا. مش بالضرورة، لا ليس كذلك، مش بالضرورة، لأنه ممكن يقع سحب البويضات عن طريق المهبل بالالتراساوند ترانسفاجينا، ويمكن سحب البويضات بالسيليوسكوبي اللي هي تصير من البطن من السرة، والكاميرا نسحب البويضات من غير لا نمسوا البكارة وغشاء البكارة، ومن غير لا يكون حتى مرور من ناحية المهبل معناها لسحب البويضات. مش بالضرورة يكون السحب بالطريقة اللي نعملوها في طفل الأنبوب، لا مش بالضرورة. نعم استاذ محمد بوراني، ثم تجميد البويضات وثم تجميد ثم تجميد نسيج المبايض اللي هو يصير بعملية جراحية، معناها ماهوش من المهبل بتاتا. نعم اود ان اسمع تعليقك استاذ محمد المراني. أعتقد وكما قال الدكتور، لا أعتقد في غياب دراسة، لأن الدراسة العلمية هي التي تسمح بتأكيد بعض المعطيات مثل هذه رفض المجتمع أو لقبول المجتمع، لكن انطباعيا إذا أخذنا بعض المؤشرات لثقافة المجتمع فانطباعيا يمكن القول بأنه يمكن أن يطرح هذا الاختيار على الأقل في بعض المجتمعات، لأن المجتمعات العربية ليست كتلة منسجمة، تونس ولبنان والمغرب وبعض الدول الأخرى لربما النقاش حول الحريات الفردية مطروح منذ سنوات ولو أنه يثير جدل، لكنه على الأقل النقاش متقدم ومطروح. في بعض الدول العربية الأخرى أعتقد بأن لا زال هناك العقل الفقهي يمارس
تمارس نوع من السطوة على المخيال الاجتماعي العام، وما فتئ في مثل هذه المواضيع يحاول أن يؤكد أو أن يعيد إنتاج نفس القيم التاريخية التي تمنع المرأة في مثل هذه الحالات وحالات أخرى أن تتصرف في جسدها كما يحلو لها ما دامت لا تسيء للآخر. أعتقد بأن الرفض يعني المبررات أو الحجج التي يسوقها العقل الفقهي في رفضه لمثل هذه العمليات هو اختلاط الأنساب، لكنهم يتناسون سواء بوعي أو بغيره بأن التقدم الذي حدث على مستوى الأبحاث المتعلقة بالجينات وأخص بالذكر الحمض النووي، أعتقد بأنها تجاوزت هذه الأمور المتعلقة بالخلط ما بين الأنساب، لكننا أعتقد بأن تخوفهم هو أكبر من هذا. أعتقد بأن أساس التخوف هو مرتبط بتحرير المرأة وإعطائها فكرة أنها مستقلة في قراراتها واختياراتها. الأكثر من ذلك أعتقد بأن من ناحية القانونية يجب أن نعرف بأنه دائما القانون وجد في حماية المجتمع وليس العكس، فما دام أن المجتمع حصلت فيه تحولات جعلت أن تأخر سن الزواج لا بالنسبة للمرأة أو للذكر مرتبط بوضعية اقتصادية وسياسية، أعتقد بأنه من الأجدر أن يتم تسهيل مثل هذه العمليات ما دام أنها لا تحرم المرأة من حق الأمومة، لأن الأمومة هو جزء من أنوثة المرأة. يمكن أن تقبل المرأة بأن لا تتزوج، لكنها لا يمكن أن تقبل على نفسها بأن لا تصبح أم، لأن كما قلت لك الأمومة هي جزء مكون أساسي من مكونات أنوثة المرأة على الأقل في ثقافتها، ولا أقول بيولوجيا. نعم. دكتور فتحي، إذا أردنا يعني أعطاء نصائح لكل سيدة مثلا تريد القيام بعملية تجميد البويضات، هل هناك عمر محدد؟ هل هناك عمر لا يجوز فيه القيام بهذه العملية؟ صلاحية وجود وتجميد هذه البويضات هل صحيح بأنه هي تستمر لعشر سنوات؟ أي معلومة قد تهم كل سيدة ترغب في القيام بهذا الأمر؟ هو تجميد البويضات من المستحسن يصير في عمر اللي المبايض فيهم مخزون كافي للتجميد، لأن عملية التجميد ما يلزمش تؤدي إلى نفوق كامل للبويضات الموجودة في المبايض، وبالتالي من الأحسن أنه يكون تجميد البويضات يكون قبل السن 40 سنة، ما بين 35-40 سنة في أقصى تقدير. بعد سن 40 سنة الحق تولي نسبة أنه تكون نوعية البويضات حتى ولو نشوفوها بالميكروسكوب نشوفوها تظهر أنها من نوعية جيدة، في نهاية الأمر ممكن تؤدي الحمل غير جيد، وبالتالي من الأحسن يقع تجميد البويضات في عمر اللي المرأة يكون بويضاتها من نوعية جيدة باش نحافظوا لها على إمكانياتها الإنجابية بصفة عامة، وبالتالي من الأحسن قبل 40 سنة، وإذا ممكن قبل 35 سنة. وفي الوضعيات الأخرى اللي هي وضعيات الأمراض السرطانية بالطبيعة يقع التجميد مباشرة وقت اللي نعملوا التشخيص متاع المرض السرطان، وقبل البداية في العلاجات الكيميائية ولا العلاج الجراحي للسرطان وقتها يقع مباشرة التجميد قبل بداية العلاج. بتشكرك الدكتور فتحي بن عمارة أخصائي أمراض النساء والتوليد، كنت معي من تونس مباشرة، كما أشكر من الرباط سيد محمد المراني باحث علم اجتماع. نذهب إلى فاصل نتابع من بعده. نشاهد مجموعة الصيف الفنية في غاليري المرخية في قطر في شباك الفنون. %75 من مياه بحر قطاع غزة ملوثة. شاطئ غزة الخلاب مهدد بالتلوث بسبب مياه الصرف الصحي. تفاصيل أكثر في شباك فلسطين. والزميلة دينا طارق تطلعنا على أبرز الفعاليات الفنية والثقافية هذا الأسبوع.
بكم من جديد. نذهب الآن إلى شباك ترامب والذي نرصد فيه أبرز الأنشطة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أسبوع. ولإفادتنا عن هذا الموضوع ينضم إلينا الزميل رافد جبوري مباشرة من واشنطن. أهلا بك رافد. إذن كالعادة دائما أسابيع ترامب هي أسابيع حافلة وربما مواضيع يعني كانت تهم الأمريكيين على المستوى الداخلي، وإذا كان القضية الأبرز هي موضوع إعادة الأهل إلى الأطفال اللي كانوا المهاجرين المعزولين عن أهاليهم، أليس كذلك؟ بالتأكيد داخليا هذه القضية تشغل الرأي العام، تشغل الضمير يعني العام للمجتمع الأمريكي. فقد كانت الصور صادمة عندما ظهرت صور فصل الأطفال وأخبار فصل الأطفال، واضطر بذلك الرئيس الأمريكي ليتراجع عن هذه السياسة ويصدر أمرا تنفيذيا. لكن الواقع بأن لم تتم بعد إعادة كل الأطفال الذين فصلوا عن أهلهم من المهاجرين غير النظاميين، يعني لم شمل العوائل. فلذلك انطلقت يوم السبت الماضي مثلا تظاهرات حاشدة هنا في واشنطن وفي أنحاء أخرى من أمريكا مطالبة يعني بأن يتم تصحيح هذا الوضع بالنسبة للعائلات. أيضا هناك ملفات خارجية طبعا أهمها القمة المرتقبة التي يعلن عنها والتي تستجري بعد 11 يوما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي في فنلندا، وملفات أخرى. دعينا نشاهد التقرير الآتي الذي يتضمنها. روسيا هي الطرف الدولي الأكثر إثارة للجدل عندما يتعلق الأمر بإدارة دونالد ترامب، ليس فقط بسبب وضعها كقوة نووية وخصم للولايات المتحدة على المسرح الدولي، ولكن أيضا بسبب التحقيق المستمر في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. 16 من يوليو تموز حدد كموعد لقمة تجمع ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي. أعتقد أننا سنتحدث عن سوريا وأوكرانيا وعن مواضيع أخرى كثيرة وسنرى ما يحدث. أعتقد أن أشياء جيدة تأتي من الاجتماعات. داخليا الهجرة هي الملف الأكثر إثارة للجدل بالنسبة لترامب. تحت الضغط الشعبي وقع أمرا يوقف سياسة فصل أطفال المهاجرين غير النظاميين عن أهلهم عند الحدود، لكن الضغط استمر. رغم إيقاف ترامب لسياسة فصل الأطفال إلا أنه استمر في الدعوة لإجراءات صارمة في مجال الهجرة. نريد حماية حدودنا، نريد الأمن في بلدنا، نحترم هيئة الهجرة والجمارك، إنهم أناس حازمون، نحتاج قوانين حازمة، قوانين عادلة. عن إيران وموعد فرض العقوبات على قطاعي النفط والمال الذي اقترب، تحدث ترامب عن أسعار النفط وعن رغبته بضبط سوق النفط العالمية حتى مع فرض العقوبات على إيران. أوبك تتلاعب بالأسعار، يجب عليهم أن يزيدوا الإنتاج بمقدار مليوني برميل برأيي. قال ترامب إن السعودية ستزيد من إنتاجها، وأكدت الرياض ذلك. في موضوع اقتصادي آخر، استقبل ترامب ضيفا أوروبيا هو رئيس الوزراء الهولندي مارك روت. نحن قريبون من التوصل إلى اتفاقية تجارية جيدة، اتفاقية منصفة لدفع الضرائب في بلادنا ولعمالنا ولمزارعينا. أمور طيبة كثيرة تحدث. سنجتمع قريبا مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق. إذا توصلنا إلى شيء فسيكون ذلك إيجابيا، وإذا لم نتوصل فسيكون ذلك إيجابيا أيضا. الضيف الهولندي عبر علنا عن عدم اتفاقه مع ترامب قائلا إنه يجب التوصل إلى اتفاق وإلا فلن تكون الأمور طيبة. الأيام الماضية شهدت إعلان عضو المحكمة العليا القاضي أنتوني كينيدي عزمه على التقاعد، وهو أمر أعطى ترامب فرصة ذهبية لتعيين قاض جديد سيكون حكما من التيار المحافظ. ترامب رحب بالفرصة وحيا كينيدي وتاريخه. إنه رجل عظيم،
أتشرف بأنه اختار أن يتقاعد أثناء رئاستي لأنه وثق بي وبأنني سأختار الخلف الأفضل لاستمرار مسيرته. تعيين أحد القضاة التسعة في المحكمة العليا سيكون ثاني تعيين لترامب خلال رئاسته. وقد أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيعلن عن مرشحه في 9 من الشهر الحالي. رافد جبوري، التلفزيون العربي، واشنطن. يعني كانت تلك جولة على أهم ما قام به ترامب في الأيام الماضية. بالنسبة للأيام القادمة، طبعا من حيث انتهى التقرير سيكون يوم 9 من هذا الشهر، يعني بعد أسبوع سيعلن ترامب عن مرشحه لمنصب عضو المحكمة العليا، وهو هذا أهم التعيينات، واحد من أهم التعيينات التي يجريها أي رئيس أمريكي لأعلى هيئة قانونية قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية. سيكون هذا حدثا مهما. أيضا طبعا ستكون قمة الناتو بعد حوالي 10 أيام، سيحضرها ترامب في ظل أجواء متوترة وتصريحات أدلى بها تعادي يعني الطريقة التي يدار بها حلف الناتو حاليا، ويطالب الأعضاء بمزيد من المساهمات المالية، وطبعا قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد 12 يوما في فنلندا. إليك رولا. شكرا لك رافد جبوري على هذه الإطلالة على شباك ترامب وكل يعني ما شغل الإعلام والأمور السياسية الأخرى عن سياسات دونالد ترامب. نلقاك الأسبوع المقبل بإذن الله. شكرا. إلى شباك الفنون الآن، حيث يطلق غاليري المرخية في قطر مجموعة عروض الصيف تضم عددا من أعمال أشهر التشكيليين العرب. شمل المعرض هذا العام أعمال 11 فنان من مختلف دول العالم العربي ليخلق جوا تفاعليا وحوارا فنيا ثقافيا عربيا. كاميرا التلفزيون العربي جلت في المعرض وعادت بهذا التقرير. هذا المعرض هو نموذج واقعي لتطور مفهوم الفن التشكيلي في العالم العربي. 11 فنانا عربيا ضمهم معرض واحد نظمه غاليري المرخية ضمن مجموعة الصيف لهذا العام في نسختها 11. المعرض استرعى انتباه الزوار ممن وقفوا طويلا على تفاصيل الأعمال وتنوعها شكلا ومضمونا. This one is the unique one out of all the show. You know. هذه قطعة مميزة في المعرض. فعندما تنظر إلى اللوحة تشعر بتوازنها. هي تبدو كمرأة كبيرة تنظر لك إلى أسفل بينما تبدو أنت أصغر. Seems to be an old woman looking down at you, so you feel smaller than her. هم نخبة من الفنانين العرب. عكست أعمالهم تنوع التيارات الفنية العربية المعاصرة، فتارة بالألوان وتارة بالجرافيتي وأخرى بالأحرف العربية ورابعة بالمعادن. مدارس قديمة وإضافات جديدة ميزت المعروضات. اللي شدني فيه أكثر شيء هو الحديد. شفت شلون هو لفهم وهم أطفال صغار، وان قاعد يذكرني في هم الفنان هو فلسطيني، سو هو رجع باك تو فلسطين اللي قاعد يصير هلا، وشلون الاطفال قاعدين شلون يلعبون في كل هالدمار اللي عم بيصير. سو شدني هذا الشيء عشان عم بيلعبوا وتحتيهم بارب وايرز. هو حوار فني عربي يضع أمام الجمهور نخبة من أعمال أهم الفنانين العرب في تجربة تعمق حضور الفنون التشكيلية في قطر. يقولون إن الفن هو ما يهزك وليس بالضرورة ما تفهمه. أي زائر لهذا المعرض سيجد خليطا من المدارس الفنية تحمل تعبيرات أصحابها ورسائلهم المعلنة والخفية. سلمان النجار، التلفزيون العربي، الدوحة.
من الخرطوم ينضم إلي الفنان التشكيلي راشد دياب، وهو أحد الفنانين الذين شاركوا في جاليري المرخية في قطر. أهلا وسهلا فيك أستاذ راشد إلى شبابيك اليوم. إذن جاليري المرخية وعروض للفن التشكيلي شارك فيها 11 فنان من العالم العربي. بداية، كيف وجدت هذه المشاركة في هذا المعرض؟ 11 كوكبا. الفنانين مهمين جدا في العالم العربي، وأنا بحيي اختيار الجاليري المرخية وإدارتها في اهتمام بالفنون التشكيلية العربية ومتابعة للفن التشكيلي الحديث بالذات. كيف وجدت المشاركة في هذا المعرض؟ كيف كان يعني الأعمال التي قدمتموها كفنانين يعني مختلفين من دول عربية مختلفة؟ كيف كانت يعني تمازج هذه الأعمال في المعرض؟ هو الحقيقة بيكون في دائما اختيار من مجموعة معارض سابقة لفنانين، والجاليري عندها مجموعة كبيرة من أعمال الفنانين العرب المعاصرين، وأنا شخصيا سعيد أكون جزء من هذا المعرض مع فنانين معروفين على مستوى العالم، مش على مستوى العالم العربي فقط، زي الأستاذ يوسف أحمد من قطر، والأستاذ الله يرحمه الناصر. يعني دي كلها أشياء بتخلي الإنسان يكون سعيد جدا، وإنه في اهتمام في الفنون التشكيلية العربية وتجميع لأهم الأعمال وعرضها بصورة دورية. هل هذا الاهتمام كافي برأيك على مستوى الوطن العربي، اهتمام بالفن التشكيلي، أم يحتاج إلى مزيد من الدفع؟ والله بيتفاوت من دولة إلى أخرى. يعني في دول ما بتهتم كثير جدا، وفي دول بتهتم وعندها مناخ فني زي ما يسموه، وعندها نقاد وعندها حركة تشكيلية ومجلات ثقافية بتعتني بالتشكيل، وفي دول بتجهل الفنون التشكيلية وما بتحترمها وما بتقدرها. يعني في تفاوت كبير بين الدول العربية، لكن عموما في اهتمام ظاهر في بعض الصورة العامة يعني بالفنون، وإن شاء الله يعني تتطور أكثر بالنسبة لناس كثيرين جدا ما بيقدروا قيمة الفن التشكيلي في التنمية نفسها، في تنمية الإنسان وتنمية الوطن وتنمية المجتمع. أستاذ راشد، دائما الفن التشكيلي عندما يتم الحديث عنه يتم الحديث عنه كفن للنخبة، بأنه يعني يشتغل أو يبدع فيه يعني نخبة من الفنانين، يحضره ويتابعه أيضا نخبة المجتمع، وأيضا حتى من ينظمه هم ينظمونه للنخبة وليس لعامة الناس. كيف تعلق على هذا الكلام؟ والله ده طبعا في كثير من الناس بيفتكر أنه الفن عبارة عن طرف حتى في حياتهم اليومية، فدائما تعاملهم بيكون من الأشياء التطبيقية والأشياء النافعة فقط، ما عندهم روح المعرفة والتأملية للأشياء. الفن هو أساسا التشكيلي قائم على مبدأ تنظيم الحياة الاجتماعية والنفسية والروحية. يعني التشكيل بيكون بيظهر في المدينة من ناحية العمارة، من ناحية الميادين الجميلة وكذا، ده تشكيل كبير جدا. لما في مدينة ما فيها نظام تجميلي بتكون يعني ما فيها تشكيل ما بتكون جميلة، عندها مدينة عندها قيمة. والجمال بيظهر في شكل الإنسان، في أزياءه، في الأساسات وفي كل شيء. التشكيل بيدخل في كل شيء في حياة الإنسان، لكن القدرة على التصنيف الجمالي هي المشكلة اللي بتواجه كثير من الناس، لأنه يكونوا يعني قدرتهم على استيعاب النواحي الجمالية في الأشياء ضعيفة. لكن لو انتبهت لكل شيء من حولك، حتى لما الإنسان يطلع من بيته مع الصباح أول حاجة بيشكل نفسه، بيشوف نفسه في المراية، وده أول لحظة تشكيلية. فكلنا وكل الناس تشكيليين في العالم، لكن في بعضهم بيفتكر أن الفن التشكيلي هو عبارة عن لوحات وحاجات خاصة بيربطها بصورة واسعة جدا بعملية الاقتناء للوحات. ونحن حقيقة في العالم العربي عندنا مشكلة كبيرة في أنه الناس بتفكر في أنه يعني كيف تقدر توصل اللوحة دي وتخلق تذوق فني، لأنه التذوق يكتسب زيه زي كل العلوم الأخرى. فلا بد يكون هناك جهد كبير يبذل في التعليم أو في المؤسسات المختلفة. هل الإنسان العربي ما يعتبر الفن عبارة فقط عن شيء زايد عن الحاجة أو نعم. في طرف أو للنخبة بس؟ طيب بالنسبة للمعارض دي هي موجودة وفعلا أثرت تأثير كبير جدا على الرؤية الفنية. تماما. إذا أردنا الحديث عن المعارض وعدم وجود المؤسسات، لو تسمح لي فقط أستاذ راشد، كبير جدا الرؤية العامة للعمل التشكيلي، تمام، وأبعدوا عن الحياة العامة وأبعدوا عن الإنسان الخاصة. أستاذ راشد، إذا أردنا التركيز على المعارض، وبما أنه نحن الآن عم نحكي عن معرض المرخية اللي صار بقطر،
هل مطلوب القيام بشكل معين؟ يعني أن يكون هناك أسلوب مثلا مختلف لعرض هذه اللوحات التشكيلية في المعارض لجذب الناس عموما لمتابعتها ومشاهدتها؟ هل مطلوب أن يتم تقديمها بأسلوب مختلف عما جرت العادي عليه برأيك؟ أستاذ راشد، هل تسمعني؟ شكرا. لا نحن لساتنا معك على الهواء. عم تسمعني أستاذ راشد؟ طيب، يبدو أنه في مشكلة مع الأستاذ راشد، فجأة ما عاد يعني سمعني، وكنا عم نتحدث مع ضيفنا من الخرطوم، وطبعا مثل ما تابعتوا بداية الحديث هو كان من الفنانين التشكيليين المشاركين في معرض المرخية اللي أقام في قطر. طبعا هذا المعرض الذي ضم 11 فنان من العالم العربي شاركوا بلوحاتهم بالفن التشكيلي في هذا المعرض. وطبعا هناك دائما إشكالية عن موضوع الفن التشكيلي تحديدا، وأنه دائما ما أنه يوصف بأنه يعني فن النخبة، وبأنه غير متابع من عامة الناس بالمجمل، وبأنه بحاجة إلى أن يكون هناك يعني نشر لثقافة الفن التشكيلي بشكل أكبر بين الناس، وهناك جهود يعني تبذل في هذا الإطار من الفنانين التشكيليين لإيصال هذا الفن إلى عامة الناس. وهناك بعض الفنانين التشكيليين على فكرة يعني هم سعيدون بهذه النخبوية في فنهم، يقولون بأنه ليس بالضرورة أن طبعا ضيفنا غير جاهز، واضح أنه ضيفنا غير جاهز معنا. طيب ضيفنا غير جاهز معنا بهذا الموضوع. كان بدي أكمل فكرة بأنه بعض الفنانين التشكيليين سعيدين بأن يكون الفن نخبوي، بأنه هذا الفن نخبوي وغير موجه للعامة. وهالفكرة رح ناقشها مع ضيفي، لأنه رح نرجع له بعد شوي لبين ما نضبط الخلاصة. جاهز معنا؟ طيب أستاذ راشد. نعم. أصبحت جاهز. نعم. معنا، أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. نعم. للأسف صار في خلل بالاتصال مع حضرتك. أهلا. كنت عم بحكي على نقطة يعني بينما يجهز الاتصال. نعم. مع حضرتك، بأنه في بعض الفنانين التشكيليين هم سعيدون بأن يكون الفن التشكيلي هو فن النخبة وليس يعني وليس لعامة الناس، وبأنهم يريدونه بأن يكون كذلك. كيف تعلق؟ لا، هي حتى أساسا فكرة تصنيف الناس لنخبة وخاصة وعامة دي فكرة خطأ أساسا. المجتمع المفروض يكون فيه توازن فيه، بحيث أن كل الناس تكون عندها نفس القيمة ونفس الحق في المواطنة ونفس الحق في التعلم ونفس الحق في الاستمتاع بالفنون. عشان كده هي فكرة أساسا بفتكر خطأ. نحن في الفن التشكيلي أنا شخصيا بفتكر أنه كل ما كان عدد الناس المتزوغين لعمال كبير من كل الفئات بيكون أفضل. نعم. طيب ما المطلوب يعني لكي يصل هذا الفن التشكيلي إلى يعني عدد أكبر من الناس، وكيف وجدت الحضور في معرض المرخية في جاليري المرخية في قطر؟ الحضور كان جيد جدا، وهي طبعا جاليري معروفة من أهم صالات العرض في العالم العربي، يعني مش في قطر بس، وأصحابها متمكنين وصادقين ومتميزين وبيفهموا كيفية إدارة الفنون وخاصة الجاليري بصورة راقية جدا. لكن بالنسبة للتفصيل المعلومة الجمالية للإنسان، فهذه تتصل بالتذوق الفني، والتذوق الفني علم، وبتصل بعلم الجمال وعلم معرفة الجمال وحسب الجمال وأشياء كثيرة لا علاقة بالدراسة العملية. يعني فالفنون يعني نحن في العالم العربي عندنا مشكلة في المناهج المطروحة في المدارس الفنية في المدارس المختلفة، ولا بد يحدث أنه يكون في اهتمام مركز بقامة مؤتمر عام للدول في الدول العربية كلها، بحيث أنه يشوف الكيفية ممكن نوصل معلومة التشكيل أو الفنون التشكيلية وخلاها جزء من حياة الناس. لا. لأنه نحن اعتمدنا فترة طويلة جدا على النهج الأوروبي، ويدرس حتى الآن في المدارس العربية المفاهيم الغربية للفن التشكيلي. نحن تأثرنا بالفنون الغربية، لكن أصبح يعني الفنون العربية عندها قيمتها الذاتية وعندها وضع الفلسفي الخاص. فهذه الفنون والمعرفة التذوقية والحس بالجمال بيعلم بيدرس ويكتسب اكتسابا، زي كان تدرس في أي لغة من اللغات،
فهو لغة لابد أن تدرس للناس منذ الصغر، هم أطفال يتعلموا كيف يتزوغوا وينظروا لأشياء من حولهم. وهذا ربما ما يحاول يعني هدف كثير الفن من التشكيلي في المقام الأول هو صحيح، والمهتمون بهذا الفن التشكيلي وكمعرض مثل معرض المرخية الذي يتيح المجال للاطلاع على هذه الفنون. أشكرك من الخرطوم الفنان التشكيلي راشد دياب على هذه المشاركة معنا، شكرا لك. نذهب الآن إلى الجزائر، حيث طبعا تم إحياء في الجزائر الأوبرا هناك حفلا فنيا بمناسبة الذكرى 56 لعيد الاستقلال، أبدعت خلاله الأوركسترا السيمفونية بقيادة المايسترو أمين قويدر رفقة الفنانة الجزائرية زكية محمد في استحضار أشهر الأناشيد الثورية الجزائرية والأشعار الوطنية بعنوان شمعة للوطن. إن اليوم عمالقة مقطوعة من هامات المجد يحفظها الجزائريون، ومقطوعات أخرى تغنوا بها أثناء ثورتهم وبعد استقلالهم في يوليو 62 جيلا بعد جيل. على النمط السيمفوني الأوبرالي وبقيادة المايسترو أمين قويدر تعود هذه المقطوعات لتصدح مرة أخرى في أوبرا الجزائر، تصدح تزامنا مع احتفال الجزائريين بعيد استقلالهم. الحفل يتميز بثلاث فقرات، الفقرة الأولى الوطنيات حتعزف أناشيد وطني على النمط السيمفوني، لها فقرة مع المغنية الكبيرة زكية محمد حتى تغني لنا بالطبع موسيقى جزائرية على النمط السيمفوني أيضا، ولأول مرة سنستقبل العديد من الشباب الجزائريين في نوع موسيقي جديد بالنسبة للأوركسترا اللي هو الموسيقى الحديثة. بعد غيابها لثلاث سنوات عادت الفنانة زكية محمد وأبهجت الحضور برائعتها جزائر يا بلادي. هنا امتزج جمال النص بإيقاعة الأوركسترا. أكيد أنه أنا سعيدة جدا أنه أنا موجودة في هذه الاحتفالية الجميلة الضخمة، واللي هو رجوعي إلى المسرح والساحة الجزائرية بعد غياب يعني تقريبا يعني 3 سنين ونص. رحلة الجمهور مع الموسيقى الكلاسيكية لم ينتهي هنا. السيمفونية 9 لبيتهوفن لأول مرة باللغة العربية أطربت مسامع الحضور. ولم يفوت الجمهور استكشاف أصوات شابة غنت أيضا للجزائر في عيدها. حسام تكالي، التلفزيون العربي، الجزائر. نذهب الآن إلى فاصل قصير نتابع من بعده. دائما يعني فن الارتقاء للنخبة. الصحافة والأدب هل هما وجهان لعملة واحدة؟ نناقش هذا الموضوع في شباك الثقافة اليوم. ٧٥٪ من مياه بحر قطاع غزة ملوثة. شاطئ غزة الخلاب مهدد بالتلوث بسبب مياه الصرف الصحي في شباك فلسطين. حملة لتنظيف غابات صلاح الدين في أربيل في شباك أخضر.
أهلا بكم من جديد. بالعودة إلى موضوع نقاشنا الرئيسي في بداية الحلقة، وكنا قد طرحنا موضوع تجميد البويضات في العالم العربي، كنا قد طرحنا هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وسألنا الناس عن موضوع تجميد بعض النساء لبويضاتهن، واخترنا التعليقات التالية. نبدأ بتعليق لريم والتي تقول: الموضوع قد يصعب تقبله في المجتمع، لكن هو خيار من الخيارات المحفوظة للمرأة، وطبيا لا يوجد هناك أي عوائق أو أضرار. هي تقنية متطورة جدا وتقدمية أيضا، لكنها جميلة، فهي توفر خيار الأمومة عند التقدم في السن الذي قد يسبب في تناقص الفرص لأن تكوني أما. إذن ريم من الناس الذين يوافقون على هذا الموضوع، على الرغم من أنها ترى من أنه قد يسبب مشكلة مجتمعيا. مشارك آخر يقول: الفكرة ببالي بس فعليا، أو مشاركة واضح، بس فعليا لا أشعر برغبة في أن أكون أم في هذه الفترة، لكن ممكن أن تتغير قناعاتي في وقت لاحق، لذا خيار تجميد البويضات جيد جدا. يعني إلى الآن رأي النساء مع هذا الموضوع. أمجاد تقول طبعا: صراحة أشعر بالقهر وعدم الإنصاف كامرأة عندما أطالب بهذا الخيار كحل لي، سواء لأسباب مرضية لا سمح الله، أو بسبب تأخر الزواج والخوف من انخفاض معدل خصوبتي. حينها أريد أن أستعين بهذا الحل. تكون الإجابة بأن أصلا نسبة نجاح تجميد البويضات أقل من تخزين الحيوانات المنوية، فيعتبر عندهم حل غير مطروح. رأي آخر لعبير والتي تقول فيه: تكاليف كثيرة جدا، لكن في مصر أرخص بعض الشيء، وعملية تجميد البويضات عندهم منذ عدة أعوام، ويعني تتحدث عن زيادة التكاليف وارتفاع تكاليف هذا العلاج. إذن بالمجمل كما تابعنا رأي السيدات في هذا الموضوع، يعني الجميع سعيدات به كخطوة لإيجاد حل بالنسبة لهن في موضوع الأمومة في حال كان هناك أي مشكلة، سواء مرضية أو حتى تأخر في سن الزواج، ولكن بالنهاية هناك يعني حكم مجتمعي يفرض نفسه، إضافة إلى ارتفاع السعر بشكل كبير. إذن كانت هذه مجموعة من مشاركاتكم التي يعني تابعناها الآن. دائما بإمكانكم التواصل معنا على منصات التلفزيون العربي، على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام. إلى شباك الثقافة الآن والذي يأتينا من الجزائر، حيث كرمت مؤسسة فنون وثقافة في الجزائر الأسماء الفائزة بالمسابقة الوطنية 14 للقصة القصيرة. ومن بين الفائزين صحفية قررت الانتقال من عالم الكتابة الصحفية التي تصفها بالسطحية والعامة إلى لغة تخاطب بها النخبة. نتابع. من عالم الصحافة جاءت، وإلى عالم الأدب تشق طريقها. بينهما تسير وهيبة باحثة عن التميز في كتابة القصة القصيرة. كان لها ذلك، وهي تتوج بالجائزة الثانية في مسابقة أعلنت عنها مؤسسة فنون وثقافة نوفمبر تشرين الثاني الماضي عن قصتها شهادة وفاء. منتج وهيبة الأدبي مقتبس عن قصة حقيقية. موضوع قصتها الرئيس مناضلة جزائرية ماتت مرتين، مرة في زمن الاحتلال ومرة في زمن الاستقلال. امرأة قتلتها الوثائق وأحيتها الوطنية. مع الممارسة اليومية، الصحافة يعني تعطيك فرصة للممارسة اليومية للكتابة، والممارسة اليومية للكتابة هي أن تشجعك على الإبداع، ولكن الصحافة تبقى دائما يعني الكتابة البسيطة السطحية الموجهة لعامة الناس، والقصة أو يعني الأدب يبقى دائما يعني فن الارتقاء للنخبة. وهيبة واحدة من 7 فائزين بهذه المسابقة، المسابقة التي فتحت أبوابها للمرة 14 للجميع دون تمييز بين الفئات العمرية وكذا الانتماءات المهنية. احنا هذه فرصة انه اولا للشباب، للاقلام الشابه مثل هذه السنه كذلك عندنا باللغه الامازيغيه شابه هي طالبه
شيء جميل جدا، وتأكيد على بعض الأصوات أو بعض الأقلام المتواجدة في الساحة الأدبية. كثير من الأوقات نوجد اسم يعني متواجد في الساحة ويحصل على هذه الجائزة، وتبقى مفتوحة لكل الأعمار ولكل يعني في كل اللغات المستعملة في الجزائر. الأبواب مفتوحة للجميع إذن، فالهدف دعم المبدعين الجدد. حسام تكالي، التلفزيون العربي، الجزائر. تنضم إلي من الجزائر العاصمة السيدة وهيبة سليماني، كاتبة جزائرية. أهلا وسهلا فيك ست وهيبة، تابعنا في التقرير وتابعنا يعني حصولك على جائزة المسابقة الوطنية للقصة القصيرة، تابعنا أيضا حديثك عن موضوع الصحافة ووصفك لها بأنه سطحية وعامة، وبأنه ما تقومين به الآن من كتابة القصص القصيرة هو الكتابة هو الأدب الحقيقي الموجه للنخبة. في الحقيقة لا أعرف من أين أبدأ، هل أبدأ بتهنئتك أم أبدأ بسؤالك عن سبب إهانتك للصحافة بالمجمل بعد أن أصبحت من الكتاب والأديبات؟ شكرا عزيزتي. أهلا وسهلا، تحية لك ولكل المشاهدين الكرام، أهلا بك. تريدينني أن أجاوبك عن السؤال الأخير الذي طرحتيه؟ أكيد طبعا أكيد. لم أفهم يعني أنا بداية. طيب خلينا نبدأ من الأول. أنا لا أعتبر، رح نبدأ من البداية. بداية ألف مبروك على الجائزة اللي ربحتيها عن فئة القصة القصيرة. سلمك حبيبتي، سلمك. ومن تقدم إلى تقدم. شكرا حبيبتي، شكرا. والسؤال الثاني قبل أن أدخل بموضوع القصة القصيرة وهذا يعني المسابقة الوطنية، لفتنا حديثك في التقرير عن وصفك للصحافة بأنها سطحية وعامة. لماذا وصفتي الصحافة بهذا الشكل؟ هذا حقيقة، هذا حقيقة عزيزتي، هذا ما قاله حتى الكاتب الصحفي حسنين هيكل. الصحافة تبقى دائما موجهة لعامة الناس وتعتمد على سهولة التعبير، على تختار بعض الكلمات البسيطة المفهومة لدى عامة فئات المجتمع. أما القصة أو العمل الأدبي يبقى دائما يذهب إلى النخبة، وهو موجه ويرتقي إلى فئة ما يعني تفهم هذا العمل الأدبي. ولكن الأدب هو تحرر، هو طيب. ولكن ألا تسمى الصحافة بالسلطة الرابعة بالمجمل؟ ألا تسمى الصحافة بالسلطة الرابعة؟ ألا يوجد لدينا العديد من الكتاب الصحفيين الذين يكتبون مقالات يعني ربما يعجز عنها أهم الأدباء في كتابة مثيلاتها في التحليل أو حتى في النص المكتوبة به؟ هذا صحيح، ولكن تبقى دائما الكتابة في الصحف والجرائد والمجلات تبقى دائما تحت الخطوط الحمراء. أما الأدب فهو تمرد كسر المعتاد، فهو فضاء أوسع يجعلك تقولين ما تريدين، تخرجين عن كل شيء يقيدك. ربما الصحافة فهناك دائما خطوط حمراء. ربما أتفق معك في هذه الفكرة وهذا الشرح مرة أخرى لفكرتك بأنه يعني في مجال أوسع في الأدب من الصحافة، ولكني كصحفية يعني لا أتفق معك في فكرة أن الصحافة هي سطحية وعامة، لأنه الصحافة هي سلطة رابعة بالمجمل، هي موجهة لجميع فئات المجتمع، يتابعها النخبوي والشعبي وكل فئات المجتمع بالمجمل. طيب اسمحي لنا الآن نذهب لا عزيزتي إلى... يعني إذا نذهب الآن إلى نركز على موضوعك تحديدا والقصة القصيرة وهذه المسابقة، ماذا تمثل لك هذه الجائزة الآن؟ هذه الجائزة أعتبرها انطلاقة حقيقة، يعني أنا في بداية مشواري الأدبي، لا أعتبرها رغم أنني حصدت جوائز قبل هذه الجائزة إلا أن هذه الجائزة تمثل لي شيء يعني جميل، خاصة وأنها ارتبطت معي مع عيد كعيد الاستقلال. طيب إذا أردنا المعرفة التفاصيل أكثر عن القصة القصيرة التي ربحتي عنها الجائزة، ما هي هذه القصة؟ ما هي تفاصيلها؟ ما الذي لفت انتباه اللجنة وأعجبهم لكي يعني يعطونك جائزة عن هذه القصة القصيرة؟
القصة ربطتها بي يعني بالمعاناة التي يعانيها المجاهدين بصفة عامة والتضحيات يعني وكأنها رسالة موجهة للشباب. يعني مدى التضحيات يعني العظيمة التي قدمها هؤلاء المجاهدين وغير المجاهدين، يعني هناك أبطال آخرين للجزائر ربما قدموا أشياء أخرى خارج يعني الثورة، ولكن أنا اخترت بطلة مجاهدة وهي رمز للمرأة الجزائرية، رمز للمرأة الجزائرية وما قدمته خلال ثورة التحرير. وثانيا يعني قدمت المعاناة التي تبقى يعني تعانيها المرأة بصفة عامة أو كأي يعني فرد جزائري أو ربما فئة المجاهدين، بعض المجاهدين ليس كل. وكذلك تطرقت لجانب يعني جانب مشكلة الوثائق البيروقراطية والوثائق وحتى الأخطاء التي تركتها فرنسا، حتى بعض يعني الأشياء التي تركتها فرنسا وبقيت يعني لاصقة أو ربما تلاحق بعض المجاهدين. هذا بالنسبة لهذه القصة. طيب بعد هذه الجائزة، أولا ماذا تعني لك هذه الجائزة وما يعني مشروعك القادم الآن؟ الجائزة هذه أنا كنت صدقيني عزيزتي كنت حابة يعني تكون التفاتة لهذه القصة، خاصة وأنني يعني ذكرت فيها شيء، ذكرت فيها كيف المكان الذي كان مقدسا عند هذه المجاهدة تعود إليه يعني لتشكو آلامها، آلام الحال الحاضرة والماضية، لتجده تحول إلى وكر لعصابات المخدرات والأسلحة. وأنا أعتبر هذه القصة انطلاقة وأعتبر هذه الالتفاتة من مؤسسة فنون وثقافة، أعتبرها بداية لمشواري. هل ستتخصصين بموضوع القصة القصيرة أم ستفكرين بالاتجاه إلى أشكال الأدب الأخرى، القصص الطويلة أو الروائية، الروايات بالمجمل؟ لازلت يعني لازلت في طور يعني تعويد يدي على يعني على السيل من العبارات، يعني السيل من النصوص، بعد ذلك سأفكر في كتابة الرواية. نعم أشكرك وهيبة. وأنا تفضلي كملي. عفوا عزيزتي وأنا يعني أريد دائما أن يعني تكون ثلاثية الحرية والمرأة والطفل يعني مواضيع المفضلة. نعم نتمنى لك التوفيق وهيبة سليماني كاتبة جزائرية، وشكرا لك على هذه المشاركة. وإلى شباك فلسطين الآن وتحديدا إلى غزة، حيث حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من التداعيات البيئية الخطيرة جراء استمرار تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى مياه البحر وتسربها إلى المياه الجوفية. وقد حددت سلطة جودة البيئة 3 مناطق فقط يسمح فيها بالسباحة على طول الشريط الساحلي للقطاع، وذلك بسبب تلوث مياه البحر. تسبح هذه السيدة مع أطفالها على شاطئ بحر مدينة غزة رغم علمها المسبق ببلوغ نسبة تلوث مياه البحر أكثر من 75%. لو 100% المياه ملوثة غزة فيش إلى متنفس إلا البحر، هو متنفسنا الوحيد، فيش مجال يعني لا في بيوت فيها ضوء كهرباء تلفزيون نقعد، لا في منتزه مثلا نقعد فيها، كله ملوث، الشوارع البحر ملوث. نيجي هنا ولو بده يكون ايش ما يكون ملوث، الناس متنفسها الوحيد البحر وببلاش بدون اي تقريبا، يعني ما فيش الوضع المادي يسمح انك تروح على كافي على شيء، المتنفس الوحيد إن اللي هو البحر. 3 مناطق فقط حددتها سلطة جودة البيئة مع بداية موسم الاصطياف كمناطق يسمح بالسباحة فيها على امتداد شواطئ غزة البالغ طولها 40 كيلومترا. السبب وراء ذلك هو تفادي الإصابة بمضاعفات صحية جراء تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئيا إلى شواطئ القطاع. الوضع وصل إلى كارثة بكل المقاييس. آخر فحص لوزارة الصحة وسلطة جودة البيئة أثبت أن 75% من مياه بحر قطاع غزة ملوثة،
نحن نتحدث عن وضع إنساني صعب، أزمة تنتهك حقوق الإنسان. الواضح أن استمرار تدفق مياه الصرف الصحي إلى البحر سيحد من الأماكن الترفيهية لمليوني فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر منذ سنوات، ويقوض نمو مشاريع السياحة الداخلية التي تعد أحد روافد الاقتصاد المحلي. للعام الثاني على توالي تتواصل أزمة تلوث مياه البحر، أزمة السبب الرئيسي فيها النقص الحاد في كمية الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يؤثر على مناحي الحياة المختلفة في القطاع. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي من غزة الدكتور ياسر النحال، عضو هيئة التدريس بقسم البيئة وعلوم الأرض بكلية العلوم بالجامعة الإسلامية. أهلا وسهلا فيك دكتور ياسر. إذن يعني عدم وجود يعني تصفية أو يعني إعادة تدوير أو تكرار لمياه الصرف الصحي ووصولها إلى البحر وهو المتنفس الوحيد لأهالي غزة، لماذا هذا الإهمال؟ حقيقة أن لا يمكن أن نقول أن هناك إهمال في معالجة مياه الصرف الصحي، لكن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تعيش فيها قطاع غزة تعيق وصول المحروقات لتشغيل محطات معالجة المياه الصرف الصحي، وبالتالي عمليات المعالجة لا تكون بالكفاءة المطلوبة، وينجم عن ذلك تصريف المياه بمعالجة 50% أو 60% من الأصل إلى البحر، وهذه المعالجة 50% أو 60% لا تعتبر كافية، لكن أفضل بكثير من عدم المعالجة. الآن هذه المياه التي تصل إلى البحر تقوم بتلويث جزء كبير من ماء البحر، وأيضا تؤدي إلى حدوث أضرار على الحياة المائية وعلى الأسماك التي تعيش في البحر وعلى الإنسان. طيب. وهذه الأضرار تتمثل في انتشار أمراض، أيضا تتمثل بموت عدد كبير من الأسماك، وتتمثل بنقص التداعيات. نعم دكتور، قبل ما نحكي على يعني التداعيات للمياه الصرف الصحي، ذكرت حضرتك بأنه بسبب موضوع الحصار وعدم القدرة على تأمين المحروقات اللازمة والكافية لتشغيل يعني مصانع المعالجة، ولكن التبعات أو نتائج محطات المعالجة تمام، نتائج وصول هذه المياه غير المعالجة إلى البحر ألن تكلف أكثر؟ يعني ألن تكون تكلفتها أكثر من خلال قضاءها مثلا على الثروة السمكية، من خلال مثلا إصابة الناس بالأمراض في حال اقتربوا من هذه المياه؟ ولا شك أنها تسبب أضرار كبيرة للسكان وتسبب أضرار كبيرة للحياة البحرية، لكن عملية المعالجة غير كافية، ومكوث المياه العادمة في المحطات مدة زمنية أطول لا يغير من جودة المياه العادمة بسبب عدم كفاءة المحطة، بسبب نقص وجود التيار الكهربائي أو نقص وجود السولر لتشغيل محطات الأكسدة اللازمة لعملية المعالجة، وبالتالي قد يؤدي هذا إلى حدوث طفح في المياه في محطات المياه العادمة، ويؤدي ذلك إلى إصابة السكان المجاورين. بينما ضخ المياه شبه المعالجة إلى البحر، هذا يؤدي البحر، وأود أن أقول كلمة مهمة، أن البحر أيضا يقوم بمعالجة ذاتية للمياه العادمة، حيث أن في وصول المياه العادمة إلى البحر وعمليات الأمواج وارتفاع الأمواج واصطدام المياه بتربة البحر ووجود البكتيريا، هذا يؤدي إلى تخلص جزئيا من بلبان. لو كان صحيح بأنه عملية التخلص الذاتي اللي ذكرتها أنت، معالجة ذاتية البحر يقوم بها، لماذا إذن تحدد السلطات 3 مناطق فقط للناس لكي يستطيعوا يعني أن يسبحوا بها فيها أو يقتربوا منها؟ الآن الملوثات المياه العادمة تصل إلى البحر، يكون تركيز المياه العادمة كبير في منطقة المصب. الآن يحدث تخفيف للمياه العادمة من منطقة المصب إلى المناطق المجاورة. في المناطق المجاورة تكون المياه شبه صالحة
وعملية المعالجة الذاتية من البحر تكون شبه كافية للتخلص من الملوثات العضوية أو من التخلص من البكتيريا الموجودة، وبالتالي تصبح هذه الأماكن يعني مناسبة لاستخدام السكان. أما في منطقة المصب حيث تعتبر المياه العادمة كثيفة وأن مواصفاتها يعني تصل إلى مياه عادمة غير معالجة، وبالتالي هذه تعتبر مخاطر كبيرة. وللأسف الشديد يوجد على ساحل قطاع غزة أكثر من 20 نقطة لضخ المياه العادمة الغير معالجة مباشرة في البحر، وهذه النقاط تعتبر مصادر رئيسية لتلوث مياه البحر بالمياه العادمة وبالملوثات العضوية وبالبكتيريا وبالملوثات الصناعية الأخرى، وهذا يؤدي لتعرض السكان لخطر كبير. لكن عملية المعالجة الذاتية التي يقوم بها البعض تخفف، يعني عملية المعالجة الذاتية الأخطار تخفف. هناك أخطار المعالجة الذاتية في البحر تخفف، وهذا من كرم الله علينا. الأخطار اللي ذكرتها بأنه في أخطار يعني على الناس، مثل ماذا يعني؟ ما هل هناك أمراض معينة يمكن أخطار أن تصيب؟ أخطار مياه البحر في المناطق القريبة من المصب التي منعت السلطات الناس من الاستحمام فيها، نسبة البكتيريا الكوليفورم، البكتيريا القولونية والبكتيريا البرازية والستربتوكوكس الموجودة في هذه المنطقة تركيزها عالي جدا ويسبب أضرار صحية، بالإضافة إلى بعض الباثوجينيك الأخرى الممكن أن تسبب أضرار للسكان. هذه أضرار مباشرة على الإنسان، وهناك أضرار أيضا على الأسماك الموجودة في البحر، وهناك أضرار على النباتات البحرية والعوالق النباتية البحرية التي تقوم بإنتاج الأكسجين الذي يمد الناس بالإنعاش في منطقة البحر، يعني الناس بينتعشوا من الأكسجين المنتج في منطقة البحر وليس من المياه العادمة أو من منظر البحر. الأكسجين في منطقة البحر نسبته عالية جدا لأن عملية إنتاج الأكسجين مرتفعة جدا في منطقة البحر بسبب العوالق البحرية النباتية. طيب، والنباتات البحرية الأخرى. بما أنك ذكرت دكتور موضوع المعالجة الذاتية للبحر، يعني هل هي كفيلة بأن تمنع الخطر عن الناس أم أنه يجب هناك قواعد معينة يجب على الناس اتباعها؟ المعالجة الذاتية للبحر تقلل التلوث البحري بكميات كبيرة، حيث أن يعني نقول خلال يومين أو ثلاثة أيام يكون البحر هادئ وتكون المياه العادمة قد يعني لوثت جزء كبير من البحر. الآن هذه المنطقة تكون ملوثة، الآن في حال حدوث حركة لمياه البحر ويتحول البحر إلى من هادئ وكما هو موجود في المنظر إلى بحر مائج وعالي الأمواج، الأمواج تؤدي إلى خلط المياه العادمة مع التربة مع البكتيريا الموجودة في البحر، وهذا الخلط يؤدي إلى نشاط البكتيريا وتقوم البكتيريا النافعة بالتخلص من المواد العضوية الموجودة في البحر، ويعود البحر بعد ذلك إلى منطقة الصفاء يصبح صالح للاستخدام الآدمي. لكن تكرار ضخ المياه العادمة في البحر له مخاطر كبيرة ومخاطر غير محمودة. ما النصائح التي يمكن تقديمها لمن يريد ويحب ويرتاد البحر؟ أولا الابتعاد عن مناطق المصاب. مناطق المصاب يجب الابتعاد عنها بكل الأحوال، لأنه تعتبر هي مركز الرئيس لانتشار الميكروبات والجراثيم والملوثات العضوية المختلفة. ثانيا أنا أفضل أن الناس اللي عايزين يستخدموا البحر للرفاهية يستخدموا الاستحمام في وقت الصباح، لأن تكون حركة المياه أقل ما يمكن، وبالتالي يمكن رؤية الأماكن الملوثة والابتعاد عنها والاستحمام في الأماكن الغير ملوثة بالمياه العادمة، وبالتالي يمكن تحاشي الأخطار الموجودة. شكرا لك الدكتور ياسر النحال، عضو هيئة التدريس بقسم البيئة وعلوم الأرض بكلية العلوم بالجامعة الإسلامية على هذه المشاركة.
نذهب إلى فاصل قصير نتابع من بعده. في شباك أخضر نذهب إلى العراق لنطلع على حملة لتنظيف غابات صلاح الدين في أربيل. الزميلة دينا طارق تطلعنا على أبرز الفعاليات الفنية والثقافية هذا الأسبوع. نذهب الآن إلى شباك الدنيا ودور كرة قدم من نوع خاص، فلكل قضية نبيلة شخص يتبناها ويهتم بها لتتحول إلى هدف مجتمعي. وهذا ما حدث بالفعل في بطولة كرة القدم للاعبين الصم والبكم في مصر. إيمان محمد مذكور بإمكانيات اللاعبين وإيمانه بالقضية أولا هما ما دفعاه إلى المضي قدما حتى تحولت فكرته إلى حقيقة. نتابع تفاصيل القصة في هذا التقرير. على عكس جميع البطولات الرياضية حول العالم، تنطلق البطولة السنوية لكرة القدم في المدينة المصرية القليوبية دون أي ضجيج، فالمشاركون جميعهم من الصم والبكم، فالصراخ هنا لم يعد له أي معنى. محمد مذكور صاحب الفكرة ومؤسس نادي قليوب لكرة قدم الصم، بدأ باستقطاب اللاعبين من مختلف أحياء القاهرة، كونه يعمل مدرسا في مدرسة للصم والبكم. اعتدت أن أشاهد بطولات كرة القدم قبل أن أبدأ بتجميع أصدقائي ممن يعانون من فقدان السمع، وطرحنا فكرة إنشاء بطولة خاصة بنا، والجميع أبدى حماسته ورغبته بهذه الخطوة. البطولة فتحت بابا من الأمل لهؤلاء الأشخاص، فهي بنظرهم أفضل من الانطواء على أنفسهم. أنا أوازن بين عملي ولعب كرة القدم بشكل جيد جدا. بالنسبة لنا نحن الصم، البقاء في المنزل ليس أمرا جيدا. فكرة يأمل مطلقوها أن تساهم أكثر باندماج الصم والبكم مع باقي فئات المجتمع، وأعطائهم فرصة لممارسة هواياتهم كباقي شرائح المجتمع. إلى شباك أخضر الآن، حيث نسلط الضوء على مبادرة بيئية مهمة في العراق. شارك في أربيل ناشطون من مختلف مناطق العراق في حملة لتنظيف غابات مصيف صلاح الدين وتوعية مرتديها. حازم الشرع والتفاصيل. متطوعون وعمال بلدية، هذا يومهم الأول في مشروع استعادة غابة صلاح الدين شمالي أربيل. الأعمال شاقة ومكلفة. هسه اذا انت تروح بالسياره ما تقدر تروح، يعني الا لازم نجي بشمال. هسه احنا اذا 1000 متطوع معانا اليوم، انا اشكر كلهم، بس اذا 1000 متطوع معانا 6 أشهر بسنه انت شفت الزبل ما تقدر تشيل. وهو ما يجعل تنظيف غابه متراميه الاطراف امرا ليس بالهين. خلفي تتصاعد تلال النفايات، تراكم مدته عام واحد، حولت فيه شركة التنظيف المحلية هذه المساحات الخضراء إلى غابة من البلاستيك التالف. إذن ما حصل من تلوث لتلك الغابات قد يكون نتيجة أزمة مالية لا تزال تلقي بثقلها على إقليم كردستان. الشركة لما تتعاقد مع بلدية مثلا، على البلدية التزام بالدفع الأجور الشهرية مثلا مال العقد. لما تتأخر وما تقدر انت عم تجبر الشركة، لانه ما انت بعدك ما دافع حق الشركة، ما تقدر تجبرها على اللي انت تريده اللي كاتب العقد، لانه كاتب العقد انت بالرأس الشهر لازم تدفع له فلوس، انت ما تقدر. ما دام انت ما تقدر هو ما يقدر، يعني ما ينفذ طلبات الشركة البلدية 100%. 6 أشهر تفصل غابة صلاح الدين عن موعد وضعه مختصون لردم نهر النفايات هذا. ما يرفع حماس المتطوعين للاستمرار بعملهم هو أن أرض بلدتهم ما زالت تتدفق زهورا رغم كل هذا التلوث. حازم الشرع، التلفزيون العربي، أربيل. We'll be right back.
والآن إلى آخر فقراتنا الأسبوعية وأجندة الفعاليات الثقافية والفنية في العالم العربي وأوروبا مع الزميلة دينا طارق التي ستطلعنا أكثر على هذه الفعاليات. مساء الخير دينا. مساء الخير رولا ومساء الخير مشاهدينا. نبدأ أخبارنا من المغرب، حيث تتواصل في الدار البيضاء فعاليات الدورة 30 من المهرجان الدولي للمسرح الجامعي والذي تنظمه كلية الأداب والعلوم الإنسانية. وانطلقت الدورة الحالية التي تحمل شعار تفاعل يوم الأحد الماضي وتمتد حتى 7 من الشهر الجاري، وتشارك في الدورة أعمال مسرحية عدة من مختلف دول العالم، من بينها عرض مدينتي قتلتني واليوم الذي تحول فيه والدي إلى شجيرة. ويشهد المهرجان أيضا عقد مناقشات مختلفة وورش تدريبية لكل المهتمين بالفن المسرح. وإلى مصر، حيث تواصل خشبات مسرح الدولة عملها استعدادا لفعاليات المهرجان القومي للمسرح والتي تنطلق هذا الشهر. ويشهد شهر يوليو انطلاق عرض عدد من المسرحيات الجديدة، إضافة إلى عودة عدد من المسرحيات التي انتهى عرضها إلى خشبة المسرح. ويأتي على رأس المسرحيات المعروضة خلال الشهر مسرحية سيدنا التي أنتجها الهيئة العامة لقصور الثقافة وتقدمها فرقة قصر الثقافة عين حلوان على مسرح قصر الثقافة الريحاني. المسرحية من تأليف محمد أمين وأشعار أيمن حافظ وألحان علي زكي ومن إخراج علي خليفة. ونبقى في مصر، حيث تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي بالقاهرة مساء اليوم حفلا لفريق الروك العربي ملاذ باند. الفريق الذي تأسس عام 2014 يهدف إلى تقديم موسيقى بديلة من نمط موسيقى الروك بكلمات عربية يفهمها الجمهور العربي ويتقبلها على اختلاف أذواقه الموسيقية. وتنطلق فعاليات الحفل في الساعة 7:30 من مساء اليوم على مسرح النهر بالساقية. تذاكر الحفل متاحة للبيع على موقع الساقية بسعر 40 جنيها مصريا للتذكرة. وإلى تونس، التي تشهد يوم السبت المقبل انطلاق فعاليات الدورة 33 من مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية، وذلك على المسرح الأثري بمدينة الجم. وتمتد فعاليات هذه الدورة حتى 11 من شهر أغسطس. ويعد المهرجان الذي تأسس عام 1985 أحد أقدم المهرجانات التونسية المتخصصة في الموسيقى السيمفونية. وتفتتح هذه الدورة بعرض أوركسترالي تونسي إيطالي يقدم العازفون خلاله مجموعة من المقطوعات الموسيقية المختلفة لعدد من أهم الموسيقيين على مستوى العالم مثل موزارت. وإلى لندن، التي تستعد لانطلاق ماراثون الألوان، وذلك يوم الأحد الموافق 8 من شهر يونيو الجاري. ويقدم الماراثون الذي يمتد لخمسة كيلومترات تجربة مختلفة ومبهجة لرواده، إذ يتم رشهم بالألوان في نقاط مختلفة خلال الماراثون فيصلون إلى خط النهاية وقد غطت الألوان ملابسهم بالكامل. ونختتم رحلتنا في قاعة لوغان للفعاليات في لندن، والتي تشهد في 15 من الشهر الجاري فعاليات يوم القدس الذي ينظمه اتحاد الجالية الفلسطينية بالمملكة المتحدة والبعثة الدبلوماسية الفلسطينية. تبدأ الاحتفالية من الساعة 6:30 وتمتد حتى 10:30 بتوقيت لندن. هذه الفعالية متاحة للجميع، كما أن الحضور مجاني. وتشهد الفعاليات مشاركة الفنان الفلسطيني محمد عصاف والفنان منال موسى.
وبذلك نختتم فقرتنا. شكرا للمتابعة وإليك رولا. شكرا لك دينا، ووصلنا بذلك إلى ختام حلقة اليوم مع الشباك السعيد والذي سيكون من الهند، حيث يتنافس المزارعون مع الثيران في سباق الثيران بحقل الأرز خلال مهرجان الرياح الموسمية. يشارك المزارعون في السباق اعتقادا منهم بأن المشاركة قبل حرث حقولهم سوف تجلب لهم أمطارا جيدة وتجعلهم يحصدون محصولا أفضل. شارك في هذا السباق أكثر من 100 ثور من القرى المجاورة في الحدث الذي استمر يومين، علما أنه تقع أحيانا إصابات ووفيات خلال تلك الفعاليات الخطرة. نترككم مع هذا السباق المحتدم على أمل أن تستمتعوا فيه، ونراكم غدا طبعا في نفس التوقيت ونفس الزمان.